جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الأخوة يقول: من الجمهورية اليمنية تعز وباعثها ولي المرأة فوزية الوجيه، يسأل ويقول: حدثونا عن حق الميت بعد وفاته بساعة، كيف نتصرف حينئذ؟ جزاكم الله خيرا، إذ أن بعض الناس يذبحون الماشية وهذا معروف باسم العشاء، هل هذا من المشروع؟ جزاكم الله خيرا. على غير مشروع، ذبح الذبائح عند وفاة الميت أو بعده بساعة أو ساعات والتزام ذلك أمر غير مشروع ومبتدع لا دليل عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المشروع إذا توفي المسلم أن يبادر بتغسيله وتكفينه تجهيزه والصلاة عليه ثم حمله إلى قبره والدعاء له والاستغفار له، هذا هو المشروع. أما ذبح الذبائح عند موته واعتقاد أن ذلك مشروع وموقت في هذا الوقت فهذا من البدع. نعم.